السلام عليكم اخوتي اخواتي، مرحبا بكم اخوتي في فيديو جديده، قصه جديده مع ضيف جديد، مع اخونا مسعود من ولايه برج بواريري. جاي يحكي لنا القصه تاعو، المغامره تاعو اللي دارها في قوارب السريعه ولا قوارب بطيئه كيما نقولوا حنا، اللي دات بزاف ارواح خواتنا الزواوله الفقراء اللي حبينا حياه افضل، ولكن للاسف يعني الحلم تاعو ينتهي في وسط البحر. يعني يقول لك نروح نحسن حوالي بصح ما يخمش باللي كاين تهلكه في البحر هذاك، وكاين ناس وفات، وكاين بزاف امور تصراو داخل البحر. ليسونسيال خاوتي احنا نحكي القصص تاع الناس والمغامرات تاع الناس، باش نتوما خاوتي تعرفوا باللي الشيء اللي درتوه راح نديروه ولا راح تنويو ديروه ماشي سهل، عبر ناس فوتت الشيء هذا وكانت تخمم كيما التخمام تاعك وتقول لك سهله، معليش نموت في البحر بصح ما كيركب في البوط ويلحق في وسط البحر يولي يفكر تفكير واحد اخر ويندم يوما لا ينفع الندم، يتفكر في الوقت هذاك تندم ولا ما تندمش. اخويا ما مش راح ينفعك. مرحبا بك خويا مسعود. السلام عليكم خويا عمار. السلام عليكم ليكيب. السلام عليكم على جميع واحد يشوف الفيديو هذا. خويا عمار احنا سما باش الواحد ما ينصحش بهذه العكسه، مي كيما نقولوا عندنا مكتوب ربي وصاي. خويا عمار نبدا لك من الاول ونجيك ليسونسيالنا، والله لا من وقت داير هذه الحرقه في راسي خويا عمار. ولا سيد خطره ما صدقتش، رحت ثاني حتى الوارن ما صدقتش وابري نحيتها من راسي ديرت. خويا عمار انا كيما نقولوا احنا سهلها علي يا ربي و سمك نهار نحيتها من راسي خلاص. عيط لي السيد قسما بالله خويا عمار مريح في قهوه في الليل، عيط لي السيد قال لي مسعود خويا راهي كاينه خرجه غدوه على 6 تاع العشيه. خويا مسعود واش هي الاسباب اللي خلاتك يعني تحب تحرق انت؟ واش من سبب؟ خويا عمار كاي شاب جزائري ما يشوف البلاد هذيك شغل ما تبقى تدور في بلاستيك. عمار خويا تخدم تاكل نهارك وصايمه فيها حتى افونير اكشي كيف سما تخدم تخدم باش تعقب نهارك. سما ما فيهاش تخمم باش تتزوج ولا دير دار ولا دير طوموبيل فما اخويا عمار مستحيل. الدار مستحيل، باش تتزوج يا حسره اكشي كيف سما في ذيك البلاد ملي تنوض الصباح تخمم كيف تعقب نهارك وصاي. خويا عمار دي سي بي تناجر ومن بعد ما سقطتيش المره الاولى رحت حتى للوهر وركبنا وعاودنا ولينا شغل زيرتها لا مارين وعاودنا ولينا قاس البوطي تاعنا في الروشيات. ايا قالنا صوتي انا ما كتبش ربي من هذيك نحيتها من راسي خويا عمار. ايا راه واحد كملت حياتي عادي جدا نسمى خدام عادي. صورت الحرقه حاطهم ابار تما تاع هذوك حاطهم ابار هذوك في الساد راسي. شحال؟ مريح خويا عمار مع قلت لك عادي جدا نخدم الدار. ايا واحد النهار سدي رحت تجي والله غرت القهوه على الوحده تاع لي. عيط لي السيد هذاك اللي خرجت معاه المره الاولى. السلام عليكم قال لي راهي كاينه خرجه مليحه سما خرجه قال لي موتور شباب منا موتور 115 قال لي سما ماتريال شباب. قلت له سما مش كيما المره اللي فاتت باسكو انا رحت خويا عمار شفت الحاله في ذوك الايامات مش مليح. دخلونا على غابه باش خرجنا ليسونسيال سوبريناس فرانس. قال لي نو نورمالمون هادي مريقله قال لي ماتريال شباب. قلت له نقلبك بالخبر ريحت مع راسي شويه هكذا والله غير قلت سما يروح الواحد وعلى ربي وصاي. والله خويا عمار روحت للدار قلت اموراتي بيني بين روحي واحد ما على بالو باللي راني رايح صاحبي مريح معايا قسما بالله ما على بالو. خويا عمار روحت للدار قلت اموراتي لقاش ما ديتش معايا رجل سواردي قال لي جيبهم لي اورو حطيت سواردي ابار دوشت خويا عمار صليت الفجر. هاي صليت الفجر قلت للعجوز قلت انا نخدم في تلمسان ما حلفتهاش ديريكت باللي تراني نخدم في تلمسان منا قلت لي اوكي طريق سلامه وكذا وصاي. رحت خويا عمار 7 تاع الصباح ورحت عدنا واحد البلاصه فما في البرج رحت صرفت سواردي اورو اديتهم له معايا اورو ورحت ركبت وارن وانا في الطريق خويا عمار هو يعيط قال لي نو السته تكون له قال لي باسكو السته ديماري اوكي ديماري ما لحقت شويه روطار عيط لي في الطريق اكتيفي اي وصلت الوهران هبطت في لاكار تاع وهران هزي الطاكسي للعيون عيطت لي العجوز قلت لها قلت عيطت انا طمنت العجوز على بالي بلي راح نركب سير بلاص عيطت للعجوز خويا عمار قلت لها صايني وصلت انا تلمسان قلت
قلت لي سونسيال ما تحيرش راك راني عيان قلت له غدوه ان شاء الله راني نبدا نخدم تسمى باش ما تقلقش خلاص. قالت لي اوكي في لا مال في لا مال. ايا وصلت خويا عمار طلعت للعيون لقيت سيدي استنى فيا قال لي نتلاقاو عند الرومبوا. هبط عند الرومبوا ركبني السيد معاه مديت له سوارد خويا عمار حسبهم صاي قديه دراهم قديه دراهم اخوي جيت ب 75 خويا عمار الله يبارك 75 أيوة. سما بدلتها له اورو شو ما تري اش بك خويا عمار سما 75 ما تري شحال عطيته الاورو عمنا صعب 3200 3250 والليسونسيال هكذاك هو 1200 اورو يعني باش خوتي يدير هجره من العيون الى اسبانيا يعني اسمع يعني بالعمله صعبه يسمى الدينار وما يقبلوش تجيب له بزاف ب 20 مقطعين لازم له لازم له 100 اورو تذبح يا هو رديتهم له 100 خويا عمر 100 سيتون ايوه ايوه باش هما باش هما يجيهم بعد سهوله في تهريب الاموال وكذا ومن ايوه خويا عمر قلت لك ركبت معاه مديت له سواردو ايا قال لي ليسونسيال حاجه ما ديها ما انا رحت سما ديت معايا صاشي فيها فيستا مع على البرد برك قال لي حاجه ما ديها معايا لبست الفيستا سير كلاس ايا ليسونسيال دي مرابيا دورني طوموبيل واحده اخرى خويا عمار ركبني في طوموبيل واحده اخرى طلعت في ديك الطوموبيل داوني مشاو بيا شويه داوني حتى للعيون سما مين دي ماري هبطنا انا وكنت انا وثلاثه ثلاثه سما في ثلاثه راكبين في ديك الطوموبيل هدر معنا الشيفور قالنا دوك تهبطوا ها هو الراي سما قال اخويا عمر كاين واحد البلاصه في العيون كي تلقى الطوموبيل هكذا تشوف البحر ها هو من الفوق والبحر ها هو قالنا هذيك الفلوكه دوك تجي دوك تجي ركبوا عادي قدام الناس سبعة تاع العشيه ولا عادي قالنا ركبوا قدام الناس على اساس دهواره ولا فهمني جا قال لك سيد نحينا صبطنا عادي قدام الناس لا بوليس يدوروا عادي جدا ركبنا في ذيك الفلوكه فلوكه صغيره موتور 25 تاع دورات هم تروح البحر دور بها يديو الناس يدوروا اي ركبنا خويا عمار مشى بينا سيد مشى بينا واحد النص ساعه والله يمشي بينا ايسونسيال بعد وين ولينا والناس ما يشوفوناش وحنا ما نشوفوهمش ايا لقينا من هي السريع مقاري بوطي اللي هي مقاري رحنا لفما صوتينا من هذاك لهذاك قعدنا نستناو من الستة من السبعة حتى التسعة والله باش كملت كل راه معنا خونا عمار في واحد عمره 10 سنين واحد عمره 16 سنة وراحت معنا ثاني شيرة راحت معنا في طبلة قلت خويا عمار ركبنا ايا جا القيد القيد ثاني جابو السيد هذا اللي جابنا هو اللي جاب القيد قول لي يا خويا مسعود شحال كنتوا من واحد يعني ثم كنا خويا عمار في 15 واحد بلا القيد وصاحبه 17 كلش المره الاولى كان مدينا قيد بلا المره الاولى كان مدينا قيد هو اللي يحكم الجي بي اس كان مدينا واحد برك خويا عمار ايا جا القيد دي مارينا دي مارا القيد ليسونسيال في ذاك النهار لا مارين مزايره خويا عمار بزاف ايا ربنا شوي خرجت لنا لا مارين عاود دار التور ليسونسيال قاعد يهرب 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 ما قدرش ان شاء الله مارين جايب تاع جابو وموتور شباب خويا عمار موتور كي نقول لك موتور شباب وسما ما من سما حاجه سما موتور سما ماتريال صح صحيح اللي يجي فيها انا دير روتور خويا عمار هيا كي دار روتور قال عيط للسيد نسمعوا فيه يقولوا صاي انا ما نقدرش نخرج اليوم خليها الغدوه باسكو كانت كلمه تاع 3 ايام ورا بعضها اخويا عمر قالنا قالوا اليوم ما نخرجش باسكو راهي مزايره بزاف قعد هذاك الشغل اللي احنا حسابه واش فهمنا انا شغل يقول له خرج 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 قال له انا مش خارج اليوم قالوا له كارواحو في ذيك الكبر فو في وهران قالوا جيبوا طوموبيلات طلعوهم الغدوه ان شاء الله ونخرجوا ليسونسيال خويا عمار حنا انا صاي انا قلت صاي دوكا كون ما نروحش اليوم صاي ما نزيدش نروح ايا قعد ومن بعد نزل شويه وعيط له قعدنا نستناو حنا خويا عمار جيت الروشيات نستناو في ساعه ما باش نهبطوا يلحقوا الطوموبيلات ويهبطوا ايا من بعد عيط له السيد هذاك عيط له قال له صاي دوك يجيك فلان هو اللي يديهم
يا قارة ما قلنا اوكي ومن بعد دار لينا قلنا اوكي يجي ليسونسيال انتم اليوم تخرجوا وقلنا له اوكي يجي قد واحد اخر يديكم. يا اخوي عمار جا القيد وواحد اخر صاحبه. خويا عمار قدها في عمر القيد قسما بالله خويا عمار له 16 سنه وصاحبه قل منه اللي حكم قسما بالله خويا عمار له اقل منه يكون في عمره 15 سنه والله. با 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 جا ليسونسيال والله علاش خويا عمار شغل خفت شويه كي شفت القيد صغير باسكو اللي كان مدينا انسان واعي وسمه كبير في الله يجيكم 35 36 واعي فاهمني كيفاه شتو انا هكذاك وباينين لك تعرفهم يجيو طايرين ما مجي بالاخبار ديالك. يا خويا عمار ركب هذاك لقيت جا مع الديماراج تاعو ديماراج فورسي هذا تاع واحد قلوب خفنا شويه خويا عمار يا ديمارا لا مارين عاود ولا ليسونسيال خويا عمار الثلاثه تاع الصباح باش ديمارينا وحنا رايحين المولين لا مارين مزايره اي دار قلنا صاي هذه سمى الخرجه الاخرى اي راه خويا عمار ليسونسيال الاخر حنا نصوتيو هكذا يمشي به الاخر يمشي به 60 62 لحقوا حتى ل 62 نسمعوا فيه يقول وراه 60 62 60 62 اي ديما راه خويا عمار ليسونسيال واحد نص ساعه هو يمشي اي دنك انا صاي لا مارين سماوي ما تقدرش تلحقنا رقد خويا عمار زاد ديري با ليسونس شارجينا ليسونس روبوزينا من الخبيط تاع المكان لاصق خويا عمار الخبيط نتخطو صوتي ونطلع انا واحد 20 سنتيم وعاود نخبط ومعانا طفل صغير خلاص خويا عمار في عمره 10 سنين لايحين ولا دوره ويلوحوا واحد الله تحت البيست يا خويا عمار عادي سمحنا سهلها لنا ربي ما وش يحكيوا لي انا الناس انا وش عقبت وش يحكيوا لي الناس يعني الحمد لله واحد سهلها له ربي وكلتها واحد وزهر وكلتها واحد كلامني خويا قلت لك شارجيو ليسونس نزدو نمشيو شويه عمار خويا عمار نزدو نمشيو شويه نزدي خلاص ليسونس دون كاري وكان البحر هاي حتى وصلنا جهه اسبانيا وصلنا بقالنا واحد 30 كيلو والله خويا عمار اي قسما بالله لا دار بينا البوطي هاك او والله لا دار رقد زعما يشارجي ليسونس كي شارجا ليسونس بداو ينوفو الناس بداو يبدو في بلايصهم شغل بدات تلعب وسابينا هكذا حتى ولد ولا يطيح في الكلام الجيد يطيح في الكلام ويعيطوا منا حتى ليسونسيال شغل عاود رقدنا من داره جديد هذاك يقول له جي من هذاك يقول له جي من هذاك يجي من خويا عمر وكملنا يسمى خويا يسمى ناضوا داروا فوضى قادر في اي شت خويا ناضوا داروا فوضى خويا عمر الحمد لله شغل كيما نقولوا حنا كانوا معانا عباد ولاد البحر ويعرفوا القيد وناس سما كيما نقولوا حنا ضرب في رسالهم خويا سما جونتي ما مش قال قباح ولا عباد ويعرفوا القيد سما القيد هذاك يعرفهم سما صحاب ولاد العيون وكل سما كانت فيها شويه يكالميو في القيد باسكو القيد دار يطيح في الكلام منا وناس بدا تقلب له ولا هذاك يكالمي في الحال واحد السيد معانا كبير شويه في مش كبير بزاف يكون واحد 28 والله ماشي هو جونتي في راسه بدا يكالمي شويه في الحال اخويا عمار كالمات الحاله ريقلنا عاود ريقلنا القيد سما ريقلنا حساب لي كيليبر تاع وعاودنا ديمارينا اخويا عمار ليسونسيال الطريق احنا نحكي لك انا وش مشينا ثلاث سوايع ونص ثلاث سوايع ونص ربع مشي سما نحكي لك من اللي ديمارينا لاسبانيا ليسونسيال خويا عمار وصلنا حتى وصلنا خرجنا على الشط احنا دير مش الشط شغل جبل منا وجبل منا وشغل الشط في النص خرجنا فما خويا عمار مع وصلنا لقينا ثلاث بوطيات مقاريين سابقين ديجا واسمو الشط هذا كيف اخويا عمار؟ واسمو الشط هذا واسمو؟ وصلنا احنا في الميريا احنا بطنا في الميريا وي بطنا في الميريا خويا عمر قلت لك جا لقينا ثلاثه سابقين فما جا فرغوا وصلنا بطنا بعقلنا خلاص خويا عمر نقاره في الشط هبطنا بعقلنا خلاص وكان شغل شويه برد واحنا مشمخين ليسونسيال قاعد جماعه فرقت الاخرين راحوا قعدت انا واحد صحيبي قعدنا احنا في ثلاثه
قلت لهم صبروا يطلع الضوء ونخرجوا احنا من الغابه هذه. قول لي يا اخويا مسعود شحال قعدتوا في البحر يعني يدي ماريتو؟ في البحر اخويا عمار انا من السبعه تاع العشيه ومن السته تقدر تقول من السته تاع تسمى ما بلا ما دي مارينا تاع تخرج وتولي تخرج وتولي من السته تاع العشيه اخويا عمار حتى للربعه تاع الصباح. للربعه تاع الصباح هنا في البحر مش نحكي لك شحال قعدنا في البحر كلش. انا ملي ركبت في البوطي ما تقدر تقول 10 سوايع والله واحنا في البحر. قلت لك وصلنا اخويا عمار نشوفوا قلت لهم نحكمت جماعه باسكو. نقطعك برك نقطعك يا معلم قول لي برك يعني انت يكون دخل البوط دخل السريع هذا في نص البحر وش كنت تفكر يعني؟ لا اخويا عمار نقول لك حاجه انا خمم في حاجه كنت خايف لا ما كنت خايف لما نخرج في ذاك النهار الحاجه الاولى. الحاجه الدوزيام خويا عمار كنت خايف كش ما يقدر ربي والله على الوالده فيني سما كيما نقولوا احنا على الوالده على تحيرها اونك احنا متنا والله سما تجيك ما تجيكش كيما ما تغيبكش كيما تخلي امك تبكي عليك. انا قسما بالله خويا عمار انت وسبي البوطي قسما بالله الحاجه الاولى خمم فيها الوالده. هلك مالك فاش تخمم تاني احنا خويا عمار كنا ميتين احنا كنا ميتين سما ما كناش النا. قلت لكم صنع خويا عمار ما سما حاجه الخلعه وصاي كيما نقول احنا مات القلب خويا عمار ما من هذيك البلاد صاي. انا كنت نقول والله ونموت في البحر وما نريحش الله. كل واحد وظروف خويا عمار وكل واحد و هادشي كذا. تكون صلنا خويا عمار قعدنا احنا من هنا انا قاعد من هنا نتفرج فيهم تلايموا في ربعه هذا كل اللي جابنا تلايموا في ربعه وداروا روحوا كيف كيف خويا عمار روحوا وما روحوا كيف كيف. احنا نستناو في النهار يطلع تفرقنا قلت لك قعدنا احنا في ثلاثه نستناو في يطلع في النهار يطلع. قلت لهم انا سمع انا اللي شفت عليهم قلت لهم من فوق ما يشوفوا والو الليل الظلمه ثم يشوفوا والو ثم صبروا يطلع النهار. وحنا مشمخين خويا عمار في واحد الحاله وتشلطيط من ليسونس والما ليسونسيال في حاله لا والله لا الاخرين خويا عمار تلمو من العيار ركضوا فوق الحجر وقاشهم مشمخ يا لطيف مساك والله خويا عمار قال ركضوا بالنوم ومشمخين تمسوا هكذا يقطع تلمو من العيار رقد. انا خويا عمار ما قدرتش نرقد ليسونسيال انا كنت في الجزائر خويا عمار النهار يطلع بكري ستة تاع الصباح شمس نقلق للساعة خويا عمار ثمانية مازال ما طلعش النهار شوقيت انا واش راه صاري يعني. ايوا من بعد حتى للتسعة خويا عمار باش طلع النهار طلع النهار شوية تسعة والله قلت لهم ما يتكلوا على ربي نمشي ونشوفوا في طريقة وراي قليل ونعقب عليها واحد ثم مشينا حتى خرجنا لهذيك الطريق خرجنا لهذيك الطريق خويا عمار يجيو فما كعلبات المغاربه هذوك سبيسيال للحراجه. قالوا خويا عمار عقب حبس لنا قالنا تطلعوا قلنا له قداه قالنا بصون سيكونت للواحد بصون سيكونت ورا الواحد. خويا عمار وانا تيرمو مالت نتفرج ونتبعك بزاف انا من بكري ونتبع سما نتبع مليح على بالي باللي يقول لك صون سيكونت وابري اي اصحابي قاعدين دنقوا قلت لهم ما نروحوش قلت له صاي خويا ما نروحوش اوكي اي راحوا عاود ولا قالنا بقدها تروحوا قلنا له تدينا بدوسون في ثلاثه دوسون يا بزاف خويا عمار مي حنا كانوا حابين نروحوا برك اي قالنا دوسون قلنا نو دوسون ومن بعد راح شويه خويا عمار ولا لينا اي قالنا طلعوا من 150 الواحد ثم 450 اي دانا بدوسون خويا عمار مشى بينا قسما بالله لا مام با 10 دقائق 10 دقائق اي وما داناش تما الالميريا الميريا دانا الواحد الفيلات جاي قبل الالميريا قالنا هذه هي الميريا حنا كان خويا عمر ما نعرفوش خلاص شفنا لافي البرد شفنا القهاوي بنت لنا هذيك هي الميريا اي خويا عمر هبطنا معاه هبطنا لقينا انا معاه وين حطني قد دنيت لقيت واحد القهوه من هي باينين ها وراهم مغرب باينين عرب ليسونسيال خويا عمار رحت ليه قلت له درت معاه ديريكت تما باين باللي عربيه درت معاه ديريكت بالعربيه سلام سلام قلت له خويا باينين هذاك وين وصلنا في واحد الحانان سروالي مقطع خويا عمار مشمخ الطين في صباطي
اي قلت له، قلت له خويا، قلت له الواي فاي برك، قلت له باش اعطيني الواي فاي برك باش نتواصل. قلت له هذا وين وصلنا؟ قال لي اوكي، عطانا الواي فاي، عطانا الواي فاي في ثلاثه، وكان دخلوا تغسلوا وغسلنا وعطانا الواي فاي. سما انا بعث ميساج، بعث ميساج باللي راني وصلت يا اخويا عمار. ومن بعد خرجت من القهوه غسلنا، رحت شريت بيس فما في ذاك مع توصل فما خويا عمار في الميريا طريقه هذيك فيها كلش، سما فيها كلش. راه شريت بيس، شريت بيس دوموندي لي لا فوتو تاع الباسبور بلا فوتو خويا عمار. شريت بيس اي خرجت من، خرجت من فما في هذيك، كان شويه انا باسكو جيت في سبتمبر خويا عمار، كان شويه الشميسه وشويه اي خرجت خويا عمار. لقيت شغل الجماعه يستناو في البيس، جماعه بزاف. قعدت ندنك في واحد، والله عيني دنك في، ندنك في ودنك في هكذا. ومن بعد رحت هدرت معاه، السلام عليكم، السلام ورحمه، مغربي وجزائري يخدموا الفلاحه. قال لي هذه البلاصه، قال لي تجي لهنا، قال لي توقف صباح، قال لي تجي الكار منا، قال لي قول لي حابين يخدموا كامل، قال لي جيو لهنا وجي الكار تهزهم يديهم يخدموا الفلاح. هذه نورمالمون شائعه في اسبانيا. اي في ذاك النهار والله ما راح يخدم، المغربي هذاك والجزائري. قلت لهم والله غير وصلنا منا، قالوا ما تعرف واحد؟ قلت لهم ما نعرف حتى واحد، سروال مقطع. قلت لهم حاول نشري سروال، مين نشري سروال؟ اي قال لي ذاك المغربي، قال لي روح شوف معايا. ورحت مع خويا عمار، والله اللي يسكن في ذيك وين هابط انا يسكن فما بر. دانا دانا في ثلاثه خويا عمار، دوشنا وغدانا، طيب لنا فين الغدا، تغدينا وعطى لي انا سروال، وقالنا تكسلوا روبوزي وشويه، قالنا حتى العشيه وتكلوا على ربي. اي اخويا عمار ليسونسيال كثر خيره وربي يحفظه ان شاء الله. العشيه اخويا عمار طلعنا، ما كناش في الميريا، الميريا كنا في واحد الفيلاج بعيد شويه على، مش بعيد بزاف. اي هما يعرفوا شويه العقليه، ما فين سما كتعشي عايش الان في اوروبا وجاي جديد، مش كيف كيف خويا عمار. صح، جينا احنا قالنا فوق تطلعوا منا الميريا غير بروا اورو الواحد، سلكوا في برود يعني خويا عمار من هذوك. جا قارة واحد ما فين يطلعوا، ما ركبنا معاه، اعطينا له 6 اورو خويا عمار في ثلاثه، اعطينا له 6 اورو قالنا الميريا. بعدنا في الميريا خويا عمار، رحنا حوسنا على لاكار، وين جاي لاكار نسقسيو باسكو في ذاك النهار خويا عمار. ايه نقول لك كاين، استغفر الله يا ربي، لا ما تخرجش 1000 1000 ولا 2000 واحد من الميريا هذه. بابا حرقه. ايه لا خويا عمار تزاير، قسما بالله لا تزاير، الجاردين فوق متكسلين. نقول لك حاجه خويا عمار، ليزونسي انا كي شفت الحال هكذاك شغل طمأنت خويا عمار، ولا تنظر عادي ما مكانش هذاك الخوف ولا ليسونسي. لقينا لاكار خويا عمار. يوم بعد رحنا ساعه باش نطلعوا لبرشلونه، انا وصحايبي ما عندناش قسم نطلعوا لبرشلونه، سما عندنا قسم دوكا دوك فاهمين كيف خويا عمار. شغل تشري من الميريا لبرشلونه ب 80 اورو راك فاهمني، وكي تشري من الميريا لمدريد ب 30 اورو، وزيد تشري من مدريد لبرشلونه طيح لك سما في واحد 60 تربع 20 اورو فهمتني. ايا دخلنا خويا عمار، قعدنا قلت له روح لمدريد وصاي كابيتال فماكش متبان، فما نروحو ويدي لها ربي طريق. شرينا البي خويا عمار لمدريد، دي ماري على الله فماش تاع الليل، ثاني جات في صلاح سما باش الواحد ما يباتش برا ديرك. قلنا احنا نباتوا في الطريق، ركبنا خويا عمار مدريد في الليل، ركبنا خويا عمار ليسونسيال دي مارا، وصل بينا صباح لمدريد. وصلنا خويا عمار لمدريد، قاعدين مفلوجين منا كذا كذا، تلقى لك المغاربه يقول لك تنقطع لك بي هذوك تعرفهم، نقطع لك بي وندي معاك النص وكذا. ليسونسيال ما فهمنا فيها والو، احنا ما عدناش طلالبه طلالبه، هذوك يقبروا الحراقه كيجيو يطلعوا في 60 اورو، تعطي لك شغل يقطع لك بي يقول لك جيب لي، يقول لك في بار اكزومبل يدير 30 اورو يقول لك نبيع لك انا بي غير 20 اورو. وي
خويا عمار جاي فما يشوف مكتوب ربي يشوف يقول لك اللي مسطر في الجبين مالح يا وليدي، يعني مكتوب ربي كيكتب لك ربي يسهل لك طريقه كيسهلها لك خويا عمار. واقفين فما خويا عمار والله لا جاي قدام لابريز، واقف هكذا قدام لابريز، وجاو لي لا بوليس، جاو لي لا بوليس لي بابي لي بابي لي بابي. خويا عمار انا جبت التليفون وعطيت لهم التصويره تاع الباسبور، يعني قال ديتها البوليسيه قالت لي راه معايا دخلوا البيرو. انا ما سمع على باليش بهذيك، دخلت ضربوا تاعي وتاع صاحبي، مام صاحبي مدنا الفوطو تاع الباسبور، ضربوا ضربوا جات لي قالت لي ثانك يو. ورحت انا زدت حلت لي مليح، قلت سما كنضرب لها في لاكار ارابيا عمار مخمم وكونتاكتي وكذا وكذا. اي ليسونسيال خويا عمار قاعدين، جا واحد قال لي السلام عليكم، واحد الراجل كبير مشلب قال لي السلام عليكم. وعليكم السلام، قال لي مغربي، قلت له قلت له جزائري، وقلت له جيت جديد ومنا ويسكن فما في مدريد، كان يستنى في واحد يجي ليه من فرنسا فما في لاكار تاع مدريد. قال لي واش خاصكم منا؟ قلت له والله غلقينا البي زيد ب10، قلت له حنا عندنا 60 ولي بي بي زوج، قلت له ب70 اورو، قلت له ب70 اورو. قال لي واش راه نقول لك؟ قال لي انا دوكا، قال لي والله ماني هاز، قال لي مي راني نستنى في واحد جاي ليا من فرنسا، قال لي لا تصبر من بعد شويه، قال لي نستنى، قال لي نورمالمون واحد الساعه يوصل، قال لي نعطي خويا 10 اورو مش مشكل. قلت له اوكي. اي كونتاكتي خويا عمار، قاعد نكونتاكتي في لافامي ومنا، قلت لافامي قلت لهم ليسونسيال مخصو شوي صوار، قالوا لي شوف واحد بكوارت ونرسلو له. اي رحت للسيد هذا، قلت له نورمالمون لا تقدر دير فينا بليزير بليزير كبير، قلت له عندي لافامي باش يبعثوا لي صوارك، قلت له سما لا تعطي لي كونت للكونت تاعك نبى نرسلو لهم باش يرسلو لي وصاي. يا خويا عمار قال لي اوكي ماشي مشكل. ورحنا معاه، خرجنا، جا السيد هذا جا صغير ثاني في فرنسا، جاي وقت الفلاحه هذاك خويا اللي جيت فيه انا وقت الفلاحه خويا عمار، هبط هذاك السيد يخدم في اسبانيا. السيد هذا اللي دانا خويا عمار مولا خير وشيع الناس في كل مكان، استغفر الله استغفر الله يا ربي اللي ما راحش لمدريد ثم وهزوا اللي تلاقى به وما هزوش، ولا ليسونسيال انسان مولا خير. رحنا معاه، رحت مع البنك اخويا عمار، رسلوا لي 100 اورو باش نزيدها باش واحد يتحرك، صح وي باش واحد يطلع يتحرك. ليزونسي اخويا عمار، وصلنا الربعة تاع العشيه ومعنا ذاك السيد، دخل البنكة لقى شغل ما لحقوهش والله ليسونسيال ما يقدرش يهزهم، ليسونسيال صرا مشكل ما على باليش من مشكل ما يقدرش يهزهم والله ليسونسيال صرات حاجه اخويا عمار. ايا قالنا جيو تباتوا معايا، قالنا لا روحوا غدوه ان شاء الله ويدير لها ربي طريق. يا ليسونسي دخلت فيها شويه توسويس وانا توسويس، وقاعد نقول صاحبي هيا والله يسمح في الصون، شغل توسويس تاع عمر توصل له في ذيك الحاله، تولي توسوس من اي شخص اللي يقول لك السلام عليكم توسوس منه، صح. ايا قال لي صاحبي وش بيك وهيا هيا، ولدنا رحنا خويا عمار، رحنا سمحتوا في الدراهم ولا رحتوا بيتوا عند السيد؟ لا رحنا مع السيد. رحنا مع السيد هذاك. ايا دخلنا لدارو، بديت نشوف الحاله تسمى باللي راه يدور بالنيه. فاهم؟ ايا قلت لك شفت الحاله تسمى راه يدور بيان برك. قعدنا مع السيد هذاك، بتنا الغدوه الصباح تسمى بيتين نقصروا بيتين نتعرفوا وكذا وكذا. ليسونسيال ترى سيد خيار الناس، وما محنا سما ولاد كاملة الحمد لله الحمد لله. نوض نصبح خويا عمار، راح رحت هزيت هذيك 100 اورو جابها لنا، زعما باش حنا نتكلوا على ربي. قالنا انتوما وصلتوا ما راكم نزلتوا ما عيانين، قالنا نسمى انا ما يجينيونيش، قالنا العكس توانسوني، كون زدت ريحوا معايا يوم والله يومين توانسوني، وحنا عيانين خويا عمار وريحك على بالك تاع الطريق الوزمو. قال لي صاحبي، قال لي زدنا ريحنا مع خويا عمار، لحقت حتى وين ريحنا معاه 10 ايام وحنا مريحين معاه. الله يبارك سما رحت 10 ايام خويا عمار، وشغل ولينا نعرفو لا فامي تاعو في البلاد،
هو يعرف لا فامي تاعنا في البلاد. كثر خير. ما سايدخل ليسونسي اخويا عمار في ذيك اسمه في ذيك البريود اللي كنا مريحين فما جاب ربي واحد المكتوب هكذا اخويا عمار. ليسونسيال جاب ربي نافيغينا. نافيغينا زعما حنا كنا دايرين حسابنا نطلعوا خويا عمار من مدريد لبرشلونة من برشلونة ندخلوا. اي خويا عمار تم دور نافيغي ومن جاب ربي مكتوب مليح. اي سيدي ولينا كي جاب ربي مكتوب ولينا نتقلجوا انا حكمنا برود من مدريد لباري ديرك. اوه تكسرت راسك خلاص. من مدريد لباري ديرك. بقديه؟ ب 700 لواحد. ايه 700 خويا عمار بزاف يا صاحبي. ده انا ب 1400 جاب ربي مكتوب خويا عمار. جا واحد المكتوب زمان سبحان الله جابوا ربي والله. مصيفه. رحنا عندنا سما كنا احنا باش نشقاو بلاس كيف خويا عمار كنت تروح تمشي تلقى روحك خاسر واحد تخسر كثر قسما بالله لا تخسر كثر خويا عمار ترانات وغدا وعشاء وتخسر كثر. ايه قلت له باش نسالوا على روحنا. انا من الي كونت الباري 80 يورو. فاش في الكار ولا في فرود فرود كلونديستا هذوك اللي يديو بالبلايس فرقه كبيره هكذا يديوك والله 80 اورو. وي اخويا عمار مي نحكي لك انا جيت في بيريود اخويا عمار مزيره بزاف. بيريود اللي دخل فيها الشعب الجزائري وكل تاع العام هذا اللي دخلوا بالك في هذيك باسكو كانت كالمه تاع 3 ايام وقلت لك انا ريحت 10 ايام ثم دخلت كونتيتي كبيره اخويا عمار كي نقول لك تحس روحك عايش في الجزائر تحس روحك نزلت في الجزائر خويا او قليل وين نشوف واحد قاو ريالنا تيرمو سيرتو في لاكارات وفي تسمى كانت كان الكونترول بزاف. ايوا من مدريد شاف لنا واحد واحد يعرف واحد مغربي يخدم هذه الخدمه قالنا ب 700 لواحد. هيا اوكي قالنا نتلاقاو قدام المطار تاع مدريد قلنا له اوكي قالنا 27 وكان بعيد والله يا خويا عمار يعني كنت ندلك للطريق وسمو تلقى هذيك هي برك اللي سلكوا في الطريق وسلكوا ايسونس وسلكوا ماكله وسمو سما هذيك هي برك. قلت لك جالينا حتى الفم اخويا عمار جالينا الفم ركبنا على ركبنا على السبعه تاع العشيه امشي ليسونسيال. قلت لك خويا عمار سهلها ربي واحد السيده كثر خير ربي. واليومين هذا خويا عمار مازال ما حكمنيش بوليسي ودوموندا مني لي بابي والله. دراهم كاين اسمع طلعت بالتشيكي يا شغل المورال مليح. لا تسمى عندنا قسمه ماشي كاين دراهم خويا عمار ما عندنا قسمه انت قسمه نطلعوا نحوسوا نوصلوا برك تسمى نحوسوا نوصلوا وين. ها خويا عمار وانا عندي كونتاكت الان في بلجيك ليسونسيال انا ساعه ما داير كونتاكت باش نهبط ديريكت لبلجيك. جا السيد ديجا قلت له انا ندي ماري باش يجي هو نتلاقاو في باري ونهبط مع البلجيك. اي خويا عمار ليسونسيال وصا دي مارينا على 7 تاع العشيه وصلنا غدوه على 10 تاع الصباح 10 تاع الصباح باش دخلنا لباري. دخلنا لباري خويا عمار. هاي السيد هذاك اللي معايا يحوس يروح لواحد البلاصه ما نعرفش نسميها نعرفها مي ما نعرفش نسميها ترانسبورغ ولا ما نعرف كيف يسموها في ترانسبورغ. يعطيك الصحه ليسونسيال بلاصه فرنسا. هاي السيد قال لي نهبط معاك للبلجيك. قلت له اوكي. جانا السيد هذاك سلكنا السيد خليني راقد فم باسكو مشى الطريق وكذا. قال لنا في واحد البومبا خويا عمار قال لي السيد هذا ركبنا معاه هبطنا لبلجيك ومن بعد قال لي السيد انا نروح لفرنسا. كي دخلنا حتى دخلنا لبلجيك دخلنا قال لي انا نروح لفرنسا. اي ليسونسيال خويا عمار قلت لك احنا هذاك اللي جابهم ربي كانت فاضله 250 اورو ملي سلكنا كل فاضله على راس 250 اورو.
قلت اخوي يا عمار وصلنا لفما، قال لي انا نروح، قال لي نروح، قال لي معيطوا لي لا فامي ونروح وكذا وكذا. قلت اوكي خويا مش مشكل، قلت بقى 250 نورمالمون باسكو انا وياه هذاك ما كاينه. قلت له خويا هاك روح بيها وصاي. زاد شاف هذا السيد اللي جابني انايا، شاف له ثاني واحد اللي طلعوا لهذيك البلاصه ب 250، زاد من 250 راح تفرقنا. يا خويا عمار جيت انا لهنا صاليت اللي ريحت شويه عند لافامي فاني كثر خيرهم سمهم، ماشي كيما نتفرجوا يقول لك لافامي ولافامي ليسونسي دينا لافامي الحمد لله. قلت لك ربي سهل هاي، ما رضيت الوالدين ودعاوي الخير وواحد قلبه مليح سما واحد سهل له ربي. خويا عمار هو مام با خويا عمار سمانه والله سمانه 10 ايام زدت خرجت خويا عمار سما شغل. انا عندي شويه لهنا كونتاكت في خدمت ايامات مع جيت خدمت ريح 2 جور ولا 3 جور خرجت نخدم خويا عمار. واحد لاح 400 في جيب خويا عمار، خرجت كريت 250 لهنا الكرا رخي شويه في بلجيكا. علاش تكريت خويا عمار ليسونسيال شهر الاولى كعبك تخدم 4 ايام 5 ايام تسلك كراك تاكل تشرب الماكله وشرب بالطاقه شوف وصاي قيس قيس. وي اليومين هذا خويا عمار ولا بنفس الحكايه تسلك كراك تاكل تشرب وصاي هذاك صح. انا قسما بالله خويا عمار تبقى لي 10 اورو الاخرى يهز تليفوني عيط لي واحد يقول لي عندك بريك ولا معي. الحمد لله يا رب العالمين سما اللي ماشي نقول لك راني عايش بيان بيان مي الحمد لله الحمد لله. لحد الان الحمد لله مازال ما جاعش مازال ما رقدش برا الحمد لله يا رب العالمين سهل يا ربي والحمد لله تمنا ممكن نقول احنا بالقليل ونحمده في ربي الحمد لله. قول لي يا معلم لك من البحر والحق الله انا سما كانت امنيه والحق الله انا الحمد لله سما مع الوقت ان شاء الله اخويا عمر الواحد يتعلم يهدر الله لهم ويعرف ناس ويعرف صح. ناس ويفرج ربي سبحانه. انا ما عندي حتى مشكله مع الخدمه، انا اي خدمه تجيني نخدمها ان شاء الله ندعي بربي يرزقنا باي خدمه اي خدمه ان شاء الله ربي يرزقنا ليسونسيال واحد ليسونسيال باسكو انا اوروبا خويا عمار تولي تشوف في واحد تاع فايس تلحق لواحد درجه تولي تخمم في واحد التخمام ما تخمام سافا با الله اختيك من الحرام اخويا اطوسي خويا عمار قلت لك تلحق قلت لك لا نقول لك انا سما احنا خاطينا الحرام وان شاء الله ربي يبعدنا عن الحرام وان شاء الله ربي يرزقنا باي خدمه ليسونسيال حلال برك ما نحاولوش ليسونسيال حلال ما نمشي نحاولوش صح الخدمه ليسونسيال حلال وصاي خويا عمار. يا مسعود يعني اوروبا اللي كنت تشوفها في في الانستغرام وفي الفيديو اللي لايت على الناس تصاور اسكو هي اللي في الواقع يعني؟ كان اقول خويا عمار المنظر صح واقع حاجه المنظر مي خويا عمار احنا كنا مسهلينها بزاف مسهلين على دايرة سما توصل تخدم ودير ودير صعيبة صعيبة بزاف مي شوية خويا عمار مي اوروبا تحب واحد صابور خويا واحد يصبر واحد يصبر سما انت دير في حسابك. انا واش كنت داير في البلاد كنت داير في بالي نجي نوصل نخدم الصوارد كاين كيما كنا نتفرجوا صايب. انا قطعك اخويا قول لي يا مسعود يعني علاش اخترت بلجيكا بالضبط؟ علاش اخترت بلجيكا خويا عمار؟ باسكو تجي لاوروبا خويا عمار ما تعرف لازم تكون البلاصه اللي فيها لا فامي باسكو كونترول على البلاصه اخرى راح تموت خويا عمار بالشر وتبات برا ورانا نشوفوا فيهم خويا عمار فاهم لي سما لازم لك على الاقل كي تجي ديريكت الحاجه الاولى اللي تحوس عليها وين درك راسك باش حتى وين درك راسك في الاول وفي الاول الحمد لله يسمى يسمى انت تبعت الكونتاكت اللي عندك يعني احسن حاجه درتها نو حاجه باينه الحاجه الاولى لازم ديرها لازم تبع الكونتاكت خويا عمار صح. ما تبعش كونتاكت تبات برا ما عندكش وين تبات خويا عمار وتتجرجر وما تاكلش وتولي دير في البيت تولي تسرق تولي تلوح يدك خويا عمار انا كي نشوف واحد يسرق ما تلوموش والله ما تلوموش تقبل ما تلوموش خلاص صح تلحق لواحد الدرجه خويا عمار تتزير بزاف ما تلقاش مين تاكل ما تلقاش مين تشرب ما تلقاش مين تبات اوبليجي تولي لازم تروح يدك صح كاينه يلاه غادي سما مارغريت خاطيك الحرام ومارغريت تكون امام تلحق لواحد المرحله اخويا عمار تروح يدك فعل لا ارادي تولي تروح يدك صح لا غالب يقول اسمع سما لازم انت تتبع الكونتاكت تاعي
اسمعك شغل تحارب باش من اجل البقاء كما نقول لك تحارب يا عمار باش ما تلعبش يدك وتحارب باش انا خلينا اسم اخويا عمار ربي يبقى يستر واحد درجه اخويا عمار حتى انت تولي كيما تلقاش بها وين معلم. قولي نصيحه للشباب اللي راهم يشوفوا فينا اعطيهم كلمه من القلب يعني وحاول تقدم شويه باش نسمعوكم ليه الصوت راه ناقص. لا الصوت راه هكذا تسمع مليح. ايوه خويا عمار اللي سريع ولا بحر باش تنصح بيه انا جامي ننصح بيه باسكو حاجه خويا موت وحياه ما باش ما كانش 100% ما كانش اللي قاعد توصل 100% باسكو دوكا راه دايرين سريع يوصل 100% وشغل نو خويا ما كان 100% البحر يبقى بحر عشان التيتانيك وغرق وكي كتب لك ربي توصل توصل كتب لك ربي ما توصلش ما توصلش. اوروبا مليحة مي اللي يجيب فيزا روح فيزا واحرقها وسورتو لعشي عند الديبلوم ولا عشيت بحال صابور وكيما نقول احنا جاي اوروبا مليحة ثاني واحد يجي ليها واحد قاصد الحلال واحد قاصد يخدم ماشي يجي يتعوج و باسكو كاين كلش تحب تروح للحلال تحب تروح للحرام هذه هي ونصيحة اللي يجي للحلال كاين والحرام كاين شو الحلال صعيب مي الحلال مع الوقت ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل لك وهذه سما اوروبا مليحه خويا عمار. شوف اخويا نشكرك على القصه تاعك خويا مسعود وربي يحفظك وبارك الله فيك ويعطيك الصحه لي سونسير ديال القصه تاع اليوم خويا مسعود.